طبعا كلنا يعني مش عايز اقول لكم احنا فرحانين قد ايه، وظروف الماتش والسيناريو بتاع الماتش يمكن خلانا في الاخر نحس ان احنا قريبين من المكسب، وبعدين المكسب يبعد شويه نحس ان احنا قريبين منه مره تانية، وبعدين في الاخر خالص قلنا بقى ربنا بقى واللي هو عايزه. الحمد لله ربنا اراد ان الاهلي هو اللي يبقى بطل الكاس. كابتن شريف، اللحظات الاخيره كنت عامل فيها ايه انت؟ لحظات أخيرة زي أي حد من جمهور النادي الأهلي الحقيقة، يعني بنتفرج على ضربات جزاء، ضربتين بيروحوا. أنا وأنت، أنت طبعًا لعبت بيا زي ما أنت عايز، ده هيضيع، ده هيجيب، ده هيودينا، ده هيروح، وكل طبعًا اللي أنت كنت إحساسك إيه؟ كله هيضيع إن شاء الله. الحمد لله النادي الأهلي كسب. لا، إحساسك مع ضربات الجزاء إيه؟ أنت ما كنتش قاعد جنبي. لا، ما كنتش. ده جنني. كنا بنهر. لا 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 لا، ده كل شوية يقوم يقف أبص ألاقي يميني وألاقي شمالي، جنني. المهم الحمد لله أنا كان إحساسي أيوه 50-50 يعني 50-50 ضربات الجزاء أنت عارف، بس كان عندي يعني ثقة في الشناوي الحمد لله، يعني إن هو صاحب كرامات كبيرة وصاحب تركيز وصاحب كل حاجة الحمد لله، راجل محترم وجن عالمي. فكنت ده بيدينا الأسبقية دايما، إن احنا عندنا نجوم الحقيقة بنعتمد عليها في المواقف الصعبة، زي قفشة كده حقيقة عمل في سيمي فاينال هدف عالمي وهدف عالمي في بطولة أفريقيا. ففي لعيبة بتبقى موجودة عندك أنت بتبقى معتمد على إنها بتحقق الأسبقية في كل شيء، إنما هو ده كأس مصر اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل ما نقعد، وهي دي ضربات الجزاء. إحساسك بقى بضربات الجزاء طبعا الناس عارفة، الناس اللي بيحصل في الناس في البيوت واللي بيحصل في الناس في الملعب واللي بيحصل في كل حاجه، اللعيبه الجهاز الفني احنا معاهم بنفس الاحساس بنفس التصرفات بنفس التحركات بنفس كل كره بتخش بنفس كل كره بتطلع بره، فهو احساس واحد